صباح الخير عليكم من جديد. احنا دلوقتي عايزين نروح لليندا، عندها تحديثات كتير في احوال الطقس. احنا قالت لنا يا ليندا، قلتي ان في النهارده الجو حر، اخبار كمان التراب ايه؟ هو في اتربه الحقيقه يا من النهارده على العديد من المناطق، هنعرف فين بعد شويه، ولكن احنا طمناكي ان في ارتفاع في درجات الحراره الحقيقه مستمره معانا لحد يوم الاربعاء، ولكن بدايه من يوم الخميس هيبتدي يكون في انخفاض تدريجي في درجات الحراره تاني. ارتفع درجتين. نعرف التفاصيل بقى. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع استقرار في الأحوال الجوية النهاردة، والطقس هيكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة. النهارده كمان هيكون في اتربه الصبح على بعض المناطق في البلاد. قبل ما نستعرض مشاهدينا درجات الحراره، خلونا نروح للدكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه ليندا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. يعني بدايه يا دكتور، عايزين نعرف موجه الاتربه هتكون على اي مناطق في الجمهوريه وهتستمر لحد امتى؟ هو احنا بالفعل اليوم عندنا في اتربه عالقه على بعض المناطق الموجوده في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه، وسط سيناء وشمال الصعيد. هي طبعا اتربه عالقه بتبقى شويه شبه الشبوره المائيه، لكن هي بتكون اتربه مش رمال مثاره، يعني عشان نفرق بين الاتربه والرمال المثاره. هي بعض الاتربه العالقه كده هنلاحظها في سماء القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه وسيناء. هتستمر كمان معانا الاربع تزامنا طبعا مع ارتفاع درجات الحراره، اللي هيكون اليوم العظمى على القاهره الكبرى 24 درجه مئويه، يعني بارتفاع درجتين عن الامس. ذروه ارتفاع درجات الحراره هتكون غدا الاربعاء، والعظمى هتوصل على القاهره الكبرى ما بين ال 26 وال 27 درجه مئويه. فاحنا خلال فتره النهار هنحس الطقس دافي على شمال البلاد، يمكن كمان يكون مائل للحراره على بعض المناطق من جنوب الصعيد، لان في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره خاصه مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس. لكن فور غياب اشعه الشمس ودخول ساعات الليل الطقس بيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه، خاصه الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر بنبدا نحس بالاجواء البارده مره اخرى، وخاصه مع جفاف الكتل الهوائيه. الكتل الهوائيه نسبه الرطوبه فيها منخفضه، فاحساسنا بدرجات الحراره خلال ساعات الليل بيكون يعني الطقس شديد البروده. فعشان كده احنا في الفتره دي دايما بننصح الساده المواطنين عدم تخفيف الملابس واستمرار في ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، لان في فرق كبير كمان بين درجه الحراره العظمى والصغرى، بيوصل لاكثر من 12 درجه خلال اليوم الواحد. وكمان احنا خاصه مع يوم الخميس القادم هنرجع تاني للانخفاض الملحوظ في درجات الحراره، يبقى احنا عندنا الاربع في ذروه ارتفاع في درجات الحراره، الخميس هيحصل انخفاض بحوالي 6 درجات عن يوم الاربع، فالانخفاض هيكون خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، ففي تقلبات جويه بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحراره. طب بجانب يا دكتور انخفاض درجات الحراره، هل هيكون في اي ظواهر ثانيه، ظواهر جويه ثانيه بدايه من يوم الخميس؟ او بالفعل هو يعني احنا ابتداء من الخميس هنرجع تاني نتاثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فهيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بقيم تتراوح من يعني نقول 4 لـ 7 درجات كمان على شمال على كافه الانحاء. يعني هيكون في نشاط للرياح ايضا على اغلب انحاء الجمهوريه، نشاط الرياح ده هيزود احساسنا اكتر بانخفاض درجات الحراره، قد يكون مثير لبعض الرمال والاتربه خاصه في شمال الصعيد او جنوب الصعيد، بالاضافه الى عوده فرص سقوط الامطار مرة أخرى على السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الوجه البحري، لكنها تكون أمطار خفيفة ما بين الخفيفة أو الخفيفة إلى متوسطة، بتكون على فترات متقطعة من اليوم. حضرتك ذكرتي بعض النصايح من شوية المفروض المواطنين يلتزموا بيها الأيام دي، طيب بداية من يوم الخميس إيه النصايح اللي حضرتك توجهيها للمواطنين؟ هو طبعا النصيحه الاساسيه والمهمه ان احنا في فتره تقلبات جويه حاده وسريعه في التوزيعات الضغطيه في الظواهر الجويه، فالمتابعه الجيده للنشرات الجويه دايما قبل ما اخرج من بيتي اعرف حاله الجو ايه، بالاضافه الى طبعا مع سقوط الامطار او حتى كمان يعني وجود بعض الاتربه العالقه اللي هتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطرق، سادة قائد المركبات والمسافرين على الطرق القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور، أصحاب طبعا الجهاز التنفسي أو الجيوب الأنفية، يعني
يعني لو انا هضطر ان انا اخرج في الجو اللي فيه اتربه ممكن ارتدي الكمامات والنظارات الشمسيه. شكرا لحضرتك يا دكتور منار. كانت معانا مشاهدينا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره وهنبتديها كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 24 والصغرى بتسجل 12، الاسكندريه العظمى 22 والصغرى 12، مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 12، سيوه العظمى 25 والصغرى 10، بورسعيد العظمى 22 والصغرى 11، دمياط العظمى 21 والصغرى كمان 11، الاسماعيليه العظمى 25 والصغرى 12، السويس العظمى 25 والصغرى بتسجل 12. هنروح للعريش العظمى فيها 23 والصغرى 10، طابق العظمى 23 والصغرى 12، سان كاترين العظمى 23 والصغرى 3، شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 15، الغردقه العظمى 26 والصغرى 14، الفيوم العظمى 25 والصغرى 10، بني سويف العظمى 26 والصغرى كمان 10، المنيا العظمى 26 والصغرى بتسجل 8. هنروح لاسيوط العظمى فيها 27 والصغرى بتسجل 8، سوهاج العظمى 27 والصغرى 9، قنا العظمى 28 والصغرى 10، الأقصر العظمى 30 والصغرى 10، أسوان العظمى 31 والصغرى 12، الوادي الجديد العظمى 28 والصغرى 8، شلاتين العظمى 27 والصغرى 8، وأخيرا حلايب العظمى 24 والصغرى بتسجل 13. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لمنى وأحمد عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا واصل. إليكم. شكرا ليكي ليندا. شكرا ليكي. شكرا ليندا.